بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 105. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله وبياكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. مستمعين الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إلى إجابة عدد من الأسئلة. أولها سؤال للمستمع حمود أنزيلي من اليمن، يسأل عن المشي على القبور ودوره في إنكار ذلك، وسؤال له أيضا عمن يذهب للمشعوذين ويعتقد فيهم النفع والضرر. بعد ذلك يسأل الأخ حمود عن الأحق بالقراءة على المصروع، وفي سؤال آخر يقول إذا عرف الساحر فهل دمه مباح أم ينصح ويتوب إلى الله، ويقول في آخر أسئلته ما الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة. ثم يجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة للمرسلة فانون، تقول في أولها ما حكم قص المرأة لشعرها من الأمام دون قصد التشبه بالكافرات، وما حكم لبس الكعب الذي يحدث صوتا، ثم تسأل عن لبس المرأة للثوب الأبيض ولبس ثوب الزفاف الأبيض هل هو من التشبه بالنصرانيات أم لا، وفي آخر أسئلتها تسأل عمن شك بعد قيامه هل سجد مرة أو مرتين ماذا يفعل. ثم سؤال من المستمعة ألف ميم جيم من اليمن، تسأل فيه عمن فاته أداء وتره وقام وقد أذن بالفجر ماذا يفعل. بعد ذلك سؤال لها عن نوع معين من الأناشيد فيه دف وطبل، ثم تسأل عن حكم الحلف بلفظ بحياة الله. في آخر أسئلتها تقول هل تجوز مقابلة ابن العم وابن الخال دون تغطية الوجه للمرأة. بعد ذلك عدد من الأسئلة للمرسل باء عين من المزاحمية، يسأل في أولها عن معاني بعض الأدعية في القنوت، ويطلب في سؤاله الثاني التوجيه لمن يغلب عليه الشك وسوء الظن، وفي آخر أسئلته يقول هل الطلاق في السر دون التلفظ به يعد طلاقا. وبعده رسالة من المستمع علي عباس العبد الله، سوري مقيم في المملكة، في أولها يسأل عن نوع من المبايعة هل هو ربا أم لا، ثم يسأل سؤالا آخر يقول فيه هل يجب الاغتسال بعد الإغماء إذا أفاق المغمى عليه أم لا، وفي آخر أسئلته يقول هل المني طاهر أم نجس، وهل يجب غسل الثياب التي علق بها. وآخر رسائل هذه الحلقة من المستمعة أم أحمد من جدة، بعثت رسالة ضمنتها عددا كثيرا من الأسئلة، تسأل في أولها عن مشاهدة الأفلام الأوروبية وتريد التوجيه في ذلك، وفي ثاني أسئلتها تقول هل أسافر لبلدي مع أولادي دون زوجي لسفر ضروري، ثم تقول بعد ذلك هل يجب على المرأة أن تحتجب عند قراءة القرآن أم تقرأه على أي حال، ثم تسأل عن سب الأم لابنتها الصغيرة أحرام هو أم لا، وبعده سؤال لها عن حكم ممارسة العادة السرية أكرمكم الله للرجل والمرأة. وفي آخر أسئلتها وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة تقول هل تجب الزكاة في المال المعد لشراء منزل المدخر لذلك. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أول رسائل هذه الحلقة من المستمع حمود النزيلي من اليمن، يقول في سؤاله الأول ضمن عدد من الأسئلة يوجد جوار بيتي قبور يمشي عليها الناس وخاصة بالسيارات، هل أنا آثم إذا تركتهم يمشون عليها وهم متساهلون في ذلك، وما وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد فإن القبور لها حرمتها، لا يجوز امتهانها، تطرق من فوقها أو الجلوس عليها، أي ذلك من أنواع الإهانة، والواجب تسويرها بسور يمنع من تطرق من فوقها، إما أن تحتسب وتسورها أنت، وإما أن ترفع للجهة المختصة لديكم لعمل ما يجب نحو هذه المقبرة، ولا تترك تمتهن. عليك أن تسعى في تسويرها وصيانتها
بأي وسيلة ممكنة، ولك الأجر في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم ونفع بكم. في سؤال آخر له يقول: ما حكم من يذهب إلى المشعوذين ويعتقد فيهم النفع والضرر؟ لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكهان والمنجمين لما في ذلك من فساد العقيدة ومضادة التوحيد وحصول الأضرار في الفرد والمجتمع، فالواجب تجنبهم والبعد عنهم إن لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من هذا العمل الشيطاني، على الأقل الإنسان يعتزلهم ويبتعد عنهم ويحذر منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم إتيان الكهان والمشعوذين ونحوهم. وأما اعتقاد أنهم يضرون وينفعون من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك وأن يعتقد أنه لا يضر وينفع إلا الله سبحانه وتعالى، يتوكل عليه ويعتمد عليه. أحسن الله إليكم. في سؤال آخر أيضا يقول: إذا صرع أحد الأشخاص فمن يقرأ عليه القرآن؟ هل يذهب به إلى عالم أم يكتفى بأحد الملتزمين؟ يقرأ عليه أي مسلم من المسلمين، وليس من شرط ذلك أن يذهب به إلى عالم، بل كل من يحسن قراءة القرآن وهو صاحب عقيدة سليمة إنه يقرأ على هذا المصاب ويرقيه، وهذا من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. أثابكم الله. سؤالي قبل الأخير يقول: إذا عرف الساحر هل دمه مباح أم ينصح ويتوب إلى الله تعالى؟ أما النصح والأمر بالتوبة فهذا واجب، وأما قتله فهذا إلى السلطة، هذا إلى السلطة الحاكمة هي التي تتولى ذلك. في آخر أسئلته يقول: ما الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة؟ الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة أن السحر من عمل الشيطان، وأما الكرامة والمعجزة، الكرامة للولي والمعجزة للنبي، فهذه من فعل الله سبحانه وتعالى، وهي لا تجري إلا على يد عبد صالح مستقيم على طاعة الله عز وجل. وأما ما يجري على يد فاسق أو كافر فإن هذا من باب الأعمال الشيطانية، وهو من باب الاستدراج والعياذ بالله. السلام الله عليكم. المرسلة فانون بعثت عددا من الأسئلة تقول في أولها: ما حكم قص المرأة لشعرها من الأمام إذا لم تقصد بذلك التشبه بالكافرات؟ وما حكم لبس الكعب الذي يحدث صوتا؟ قص المرأة لشعرها هذا من العبث ومن التمثيل بالشعر، وفيه تشبه بالكفار، ولو قال من قال إن هذا ليس فيه تشبه، لأن هذا ما عرف ولا درج إلى مجتمعات المسلمين إلا عن طريق التقليد الأعمى للكفار أو النساء اللاتي لا تبالي بأمور دينهن وكرامتهن. والمطلوب من المرأة توفير شعرها وإصلاحه، لأن ذلك من جمالها ومن زينتها. الشيخ كثيرا ما يأتي مثل هذا السؤال، شيء من التشبه، يقول السائل: أنا لا أقصد به التشبه، هل من كلمة في هذا؟ في الفرق بين من يتشبه مثلا في الظاهر ويزعم أنه لم يقصد التشبه. العمل الذي لا يجوز لا يجوز فعله سواء قصد التشبه أو لم يقصد، وقص المرأة لشعرها من باب الزينة هذا من العمل الذي لا يجوز، لأن الزينة في بقائه وفي إصلاحه، وإنما يجوز للمرأة أن تقص من شعرها عند الحاجة إذا كان هذا لأجل الحاجة، إن كان ثقيلا عليها أو هي فقيرة ولا تستطيع ما يصلحه فتقصه من باب التخفيف عنها وتخفيف المؤونة، هذا لا بأس به كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وأما قصه للزينة هذا بالعكس، الزينة في بقائه وإصلاحه والعمل على تحسينه بالفرق والمشط وغير ذلك من ما يصلح الشعر ويجمله. لا بقصي. هناك فئات شيخ لم يؤتوا من عيونهم، أتوا من قلوبهم، أصبحوا يرون الزينة في قصي ليس في توفيره كما تقول، لأنهم يحبون أعمال الكفار وما يرد من الموضات الأجنبية فيعملون هذه الأشياء تقليدا للكفار وعملا بهذه الأشياء الغريبة، لأن الشيطان
يزينها للناس. نعم. سلام الله عليكم. تقول الأخت فاء نون في سؤالها الآخر: ما حكم لبس المرأة للثوب الأبيض وما حكم لبس ثوب الزفاف الأبيض؟ هل صحيح أن فيه تشبها بالنصرانيات؟ المرأة تلبس ما جرت عادة النساء بلبسه في مجتمعها وما كان من ملابس النساء من أي لون كان، والرجل يلبس ما جرت عادة الرجال بلبسه في مجتمعه وهو من ملابس الرجال من أي لون كان ما عدا الأحمر الخالص، فلا يجوز للرجل أن يلبس الثوب الأحمر الخالص في الحمرة. فإن لبس الرجل لبسة المرأة فهو متشبه بالنساء، والعكس إن لبست المرأة لبسة الرجال خاصة بهم فهي متشبهة بالرجال، وكل منهما ملعون، من تشبه بالنساء ومن تشبهت بالرجال. الواجب الحذر من مثل هذه الأمور. نعم. سلام الله عليكم. في آخر أسئلتها تقول: إذا سجد الإنسان ثم قام للركعة الأخرى وعندما نهض حصل عنده شك، هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين؟ فما الحكم؟ إذا شك في ترك ركن فكتركه، عليه أن يسجد سجدة ثانية، وإذا سلم يسجد سجدتين للسهو لأجل حصول هذا الشك عنده. نعم. سابكم الله. المستمعة ألف ميم جيم تقول: أختكم في الله من الجمهورية اليمنية بعثت عددا من الأسئلة، في أولها تقول: ما حكم من أجل صلاة الوتر إلى آخر الليل قصدا منه أن يقوم قيام الليل لكنه أدركته صلاة الفجر فأذن بالصلاة، فهل يصليها قبل السنة أي سنة الفجر أم يترك صلاة الوتر وليس عليه شيء؟ يؤخر صلاة الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فيقضيه فيما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، لكن يشفعه بدل أن يكون وترا يصليه شفعا، فإذا كان يوتر بثلاث إنه يصلي أربعا بسلامين وهكذا. نعم. في سؤال آخر تقول: هناك أناشيد انتشرت في كل مكان، منها بالدف وبالطبل ومنها بالدف ويصحبه الزغاريد والتصفيق، فما حكم سماع هذه الأناشيد جزاكم الله خيرا؟ حكم أنه لا يجوز سماعها لأنها نوع من الأغاني و الطرب المحرم، ولم يرخص في إنشاد شيء من الشعر مع الدف إلا في حفل الزواج لأجل إعلان النكاح، ويكون ذلك من قبيل النساء، النساء يقومن بضرب الدف وبالغناء الذي ليس فيه فتنة ولا تشبيب ولا يسمعه الرجال، وإنما يكون في محيط النساء. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها قبل الأخير: ما حكم الحلف بلفظ بحياة الله؟ لا بأس به، لأن حياة الله صفة من صفاته، واليمين إنما تكون بالله أو بصفة من صفاته. نعم. في آخر أسئلتها تقول: هل تجوز مقابلة ابن العم أو ابن الخال دون تغطية الوجه؟ لا يجوز مقابلتهم إلا مع الحجاب الكامل، لأنهم أجانب منها يجب عليها الحجاب الكامل، ولا تخلو بأحد منهم لأنهم أجانب. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة لأن هذا من أسباب الفتنة والوقوع في المحذور. شابكم الله وأحسن إليكم. المرسل باء عين من المزاحمية بعث رسالة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول في أولها: في دعاء القنوت يقول الإمام: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فهل المقصود في الدنيا أم في الآخرة؟ المقصود للجميع في الدنيا والآخرة، لا يذل من والاه الله، إن الله ينصره ويعينه ويكرمه ويقويه، ولا يعز يعني لا يقوى ولا يمتنع من عاداه الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد يقول بعضهم: الشيخ كيف نرى المسلمين، يعني نقول نحن نرى المسلمين في ذلة وضعف والكفار عداؤهم في عزة ومنعة، كيف توجهون هذا؟ ليس هذا من باب الذل، وإنها ما هذا من باب الامتحان والابتلاء، وقد يكون فيه تكفير الحمد لله لسيئات المسلم ما يجري عليه من المصائب أو من الضعف، فإنه يكون تكفيرا لسيئاته، أو يكون فيه ابتلاء وامتحان له ليصبر ويحتسب، أو في الحقيقة ليس إذلالا له وإنما هو إصلاح له، إصلاح له وسبيل إلى العزة والكرامة. أما ما يجري للكفار من قوة مادية فهو من باب الاستدراج، باب الاستدراج والإهانة لهم ليزدادوا إثما والعياذ بالله. نعم. السلام عليكم. في سؤال آخر يقول أيضا: يوجد بعض الأدعية
مثل اللهم أجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فهل ما يصيبه خزي في الدنيا يكون مقرونا بعذاب الآخرة؟ ليس بلازم، قد يصاب الإنسان في الدنيا، المؤمن يصاب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة، يكون ذلك من باب تكفير سيئاته وتمحيصه من الذنوب والخطايا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، تبارك الله. في سؤال الثاني يقول: في حديث الاعتكاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا قلب زوجته إلى بيتها، وعندما قابله نفر من الصحابة أخبرهم بأنها زوجته، فالمفهوم من الحديث أن الإسلام يحث المسلم على أن لا يقف موقف شبهة أو أن يبدي نفسه إذا اتهم بشيء، ولكن إذا كان بعض الناس دائما يغلب عليهم الظن السيء والشك، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ فما جاء في السؤال على المسلم أن يتجنب مواطن الريب، وإذا حصل شيء ولا أصل له فعليه أن يبين هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا من باب تعليم الأمة الابتعاد عن الريب والشكوك وإزالة ما قد يحصل مما ليس له أصل. نعم، أجابكم الله ونفع بعلمكم. في آخر أسئلته يقول المرسل باء عين من المزاحمية: هل طلاق المرأة في السر دون التلفظ به يعد طلاقا؟ لا يعد طلاقا إلا ما تلفظ به، أما ما نواه في قلبه ولم يتلفظ به فإنه لا أثر له ولا اعتبار له. نعم، الحمد لله. علي عباس العبد الله سوري الجنسية، يعمل في المملكة، بعث رسالة فيها ثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: يوجد في قريتنا أشخاص يقومون بإعطاء الفلاحين مبلغا من المال قدره 7,000 ليرة سورية في بداية موسم القمح، مقابل طن من القمح يأخذونه في نهاية الموسم بعد 7 أشهر تقريبا، علما أن سعر ذلك الطن من القمح في نهاية الموسم يساوي 12,000 ليرة سورية، قد كان المبلغ المعطى 7,000. هل هذا العمل ربا أم لا؟ وما الطريقة الحلال، لأن الفلاح بحاجة إلى هذا المال من أجل المصروف لسقي القمح ونحو ذلك؟ هذه الطريقة صحيحة وهي من التعامل المباح، وهذا من دين السلم الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عليه، فإنه قدم المدينة مهاجرا وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم على ذلك. ولو كان المسلم إليه فيحصل على فائدة لزيادة السعر في وقت الوفاء، هذا لا حرج فيه وليس هو من الربا. نعم، أجابكم الله وأحسن إليكم. في سؤال آخر يقول: من أغمي عليه فهل يجب عليه الاغتسال بعد أن يصحو أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا أغمي عليه وزال عقله فإنه يغتسل إذا صح. نعم، في آخر أسئلته يقول: هل المني طاهر أم نجس؟ وإذا وقع على اللباس هل يجب غسله، غسل اللباس؟ المني ليس في نجس، هو طاهر، وإن غسله من باب إزالة الوسخ عن الثوب هو أحسن، وقد كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه المني فيفرك يابسه ويغسل رطبه من باب إزالة الأذى والدنس عن الثوب، وإلا فهو طاهر، لو صلى فيه صلاته صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمعة أم أحمد من جدة لها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: هذا السؤال لصديقة لي لم تعرف الكتابة تتمنى الإجابة عنه بوضوح، وتذكر أن زوجها يحب مشاهدة بعض الأفلام في القنوات الأوروبية، وإذا حاورته وأخبرته أن فعله حرام يقول إنه لم يتأثر بها إطلاقا وإنما يشاهدها حبا للاستطلاع، وكانت تتركه وحده في البداية يشاهدها لكنه أصبح يجبرها وأثر عليها حتى باتت تشاهد تلك الأفلام معه، فما الحكم أثابكم الله، وماذا تفعل حيال هذا الموقف؟ الحكم أنه لا يجوز مشاهدة الأفلام الخليعة والأفلام الهابطة، لأن ذلك يؤثر في الأخلاق، ولأنه مشاهدة للمنكر وإقرار له، فلا يجوز مشاهدة الأفلام الخليعة والأفلام الهابطة، بل يجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يحذر منها وأن لا يتركها تدخل إلى بيته. نعم، أحسن الله إليكم. في سؤال آخر تقول:
إذا لم يتوفر المال لأسافر إلى بلدي أنا وزوجي، فهل يجوز أن أسافر وحدي مع أولادي مع العلم أن سفري من الضروري؟ إذا كان من أولادي من هو بالغ سن الرشد وهو عاقل فإنه يكون محرما له، أما إذا كان أولادها كلهم صغارا دون البلوغ فإنهم لا يعتبرون محارم، وعليها أن تسافر مع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولو كانت محتاجة إلى السفر لا بد من وجود المحرم الذي يسافر معها. نعم. السلام عليكم. في سؤال آخر تقول: هل عندما تقرأ المرأة القرآن الكريم من المصحف الشريف يجب عليها أن ترتدي الحجاب الشرعي أم لا يشترط ذلك ولها أن تقرأ من المصحف على أي حال كانت؟ إن كانت خالية عن الرجال الأجانب فإنها تقرأ القرآن ولو كانت كاشفة لرأسها أو وجهها أو كفيها أو قدميها، أما إن كان عندها رجال غير محارم لها فالواجب عليها أن تحتجب وأن تستر جسمها عن الرجال. نعم. أجابكم الله. تقول في سؤال آخر: ما حكم سب الأم لابنتها الصغيرة؟ هل هو حرام؟ السب ولا يجوز، والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، السباب والشتم لا يجوز بحق أحد ولا إلا في حق من يستحق ذلك من الكفار ونحوهم، ولا يجوز سب الأولاد ولو كانوا صغارا من باب أولى، لأنهم يتربون على ذلك إذا سمعوه ويتساهلون به. نعم. أحسابكم الله. تقول في سؤالها قبل الأخير: ما حكم ممارسة العادة السرية أكرمكم الله بالنسبة للرجل وللمرأة؟ ممارسة العادة السرية وهي استخراج المني بغير الطريق المباح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وما بين الزوج والزوجة محرم، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستخراج المني بغير الطريق الشرعي يعتبر من العدوان المحرم في حق الرجال وفي حق النساء، وهو عادة سيئة وقبيحة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. في آخر أسئلتها تقول: ما حكم المال المدخر لشراء منزل؟ هل تجب فيه الزكاة؟ وما نصاب زكاة المال؟ وهل يجب مرور الحول عليها حتى إذا اكتمل هذا النصاب في اليوم الذي يوافق حلول الحول تؤدى فيه الزكاة؟ نعم، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، لأنه مال زكوي تم عليه الحول فتجب فيه الزكاة، وإن كان قد أعده لنفقة أو أعده لبناء بيت أو غير ذلك أو لزواج أو غير ذلك من حوائجه فإنه يزكي بأن يخرج منه ربع العشر. والنصاب هو ما يبلغ مقدار 56 ريالا بالفضة من الريال السعودي المعروف، فما بلغ هذا الحد أو قابل قيمته من العملات الأخرى أو الورقية فإنه هو النصاب، فيزكيه وما زاد عليه إذا تم عليه الحول لإخراج ربع العشر أي 2.5%. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، تكرم بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم أبدا على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. في الختام، هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر بن حسن الجريسي. حتى نلقاكم، نستودعكم الله. والسلام.